والله الا خلاص اذا ما مولتكش اللي تقول انا راني لاقي هذا الشباب هو اللي راح يقول طيب انا كيما انا متواجدون حاليا بالوكالة التجارية الله أكبر في إطار عملية التعقيم التي تشهدها ولاية المليعة. طبعا لمثل هذه المؤسسات التي يرتادها كثير من المواطنين من داخل مدينة المليعة وخارجها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، في إطار عملية التعقيم التي تشهدها ولاية المليعة وفي هذا الطاقم يحضر معنا ونحن متواجدون بمقر مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، ويظهر معنا في صورة السيد بالبشير مسير هذه المؤسسة في كلمة يوجهها إلى السادة الجمهور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر المتطوعين اللي جاو لنا اليوم باش ينظفوا معنا لباس هادو، ونشكرهم راهم يقوموا بعده مجهودات، ونطلبوا منهم المزيد من الاخر، ونطلب من السلطات يعاونوهم. ايه نطلبوا من السلطات يعاونوهم. درك راهي السبعه نورمالمون الناس راهي مريحه، وما راهم مازال يجروا ومازال راهم يخدموا من الصباح. رانا مع اتصالات مع احمد فيطا هو اللي عطانا بارك الله فيك. ربي يجزاك، ربي يحفظك ان شاء الله ويحفظ البلاد والعباد، وجزاكم الله كل خير. وانتم ايضا يعني تقومون بعمل جبار. احنا نزيدوك، رانا مسمي ماناش كمسؤول هنا في المؤسسه، ايه؟ مسمي راني مواطن انا. بارك الله فيك. نشكركم على هذه المبادره الشبيبه هذه، ايه؟ الحمد لله واقيلا نصارى مش خدام، ايه؟ نطلبوا من السلطات يشوفوا ليهم ويعاونوهم بالماديه بالمعنويه باي كلمه زين. ربي يحفظك. الناس راهي بنات سبيطارات باش تدور المرضى، ايه؟ والناس راه هربت من الاخر، والشبيبه هذو راهم تحملوا المسؤوليه، وراكم تشوفوا في الحاله نتاعهم كيفاش راه داير. ربي يحفظك. نطلبوا من السلطات، نعاودوها، نطلبوا من السلطات يعاونوهم اقل شيء. يا خويا بدعوة الخير. بارك الله فيك. هذا مطلوب. جزاك الله كل خير. تفضل. يعطينا كلمه قدوه محبسين النقل. ياك لم ترده اي معلومه. احنا النقل رانا واجدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام المشاهدين،
من موقع العمل، وفي اليوم الرابع إن شاء الله الانطلاقة في عملية التعقيم على مستوى الحافلات البلدية على مستوى وسط البلاد في السوق. ونهيب ونشكر صاحب هذا اللي جبنا جافيل، جزاه الله كل خير، ربي يجعلها في ميزان حسناته، وهذا هو المطلوب، يعني تكاتفكم في مثل هذه الأوضاع. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم، وحفظ الله البلاد والعباد. من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال أجراء بالمنيعة في حملة التطهير والتعقيم على مستوى هذه الإدارة التي يقصدها العديد من المواطنين من مدينة المنيعة ومن خارجها. طبعا نهيب بكل هؤلاء الطاقم من الشباب بلدية المنيعة وحس القارة، جزاهم الله كل خير في هذه الحملة التي هي متواصلة إن شاء الله طيلة أسبوعين كاملين. طبعا حملية التعقيم تخص الكراسي والأماكن التي ممكن يكون فيها الفيروس، كل هذه الأماكن تعقم. شكرا.